تأكيدا على أهمية مد جسور التعاون والتنسيق بين جمهورية داغستان والجمهورية العربية السورية، وأهمية مواجهة الفكر التكفيري المتطرف، كرمت جمعية الإنسان الخيرية الروسية الداغستانية عددا من أسر الشهداء والمفقودين وجرحى الجيش العربي السوري في مبنى محافظة طرطوس بحضور وفد من جمهورية داغستان. نحن في إطار توزيع مساعدات غذائية مقدمة من جمهورية داغستان للشعب السوري، وخصوصا لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وفقراء المجتمع المحلي. ونحن نشكر جمهورية داغستان على هذا الموقف الداعم لسوريا، ونشكر الوفد الزائر إلى مبنى المحافظة. تحية والسلام من شعب داغستاني، ابتداء من سيد الرئيس جمهورية داغستان رمضان عدوات إيفوف، ثم من سماحة الشيخ مفتي الجمهورية أحمد أفندي عبد الله يوف، ومن باقي الشعب الداغستاني، أن نقول للشعب السوري نحن معكم، ومجيئنا هذا يدل على أننا نحبهم نحترمهم ونحترم ظرفهم ونقدر ظرفهم، وجئنا لندخل السرور إلى قلوبهم في أيام العيد. السوريون بدورهم أكدوا على أهمية توطيد العلاقات بين الشعبين السوري والداغستاني، كما أكدوا ثقتهم المطلقة بأبطال الجيش العربي السوري لدحر الإرهاب. وطنية بتدل على اللحمة الوطنية بين أحرار العالم ضد الإرهاب، وعلى وقوف الشعب الداغستاني والحكومة الداغستانية إلى جانب حكومتنا وشعبنا في دعم الجيش ودعم القوى الوطنية في سبيل القضاء على الإرهاب. كتير حلوة ونحن بنفتخر فيهم لأنهم عم واقفين لجانب سوريا. أولي صديقة وقفت معنا بهالأزمة، لأنه هو عدونا واحد. نحن هالدول كلياتنا اللي واقفين هلا ضد الإرهاب، رح يجي يوم ونكون محور واحد نحارب الإرهاب، مو بس بسوريا، بالعالم كلياته. ما أنا مفاجأة دولة مثل هالدولة صديقة لسوريا، مثل ما عانينا وقدمت مساعدات وشكر لها كتير، يعني ولروسيا وأفغانستان والكل، يعني اللي قدموا معنا وقفوا معنا. جمهورية داغستان شعبا وحكومة يدا بيد مع الشعب السوري وقيادته وجيشه في حربه ضد الإرهاب، واثقين بالنصر المحتم بجهود أبطال الجيش العربي السوري وتلاحم أبنائه.